السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. سيد إماراتي تكلم عن زيارته إلى الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم. أسجل هذا الفيديو اليوم بعد انتهاء سفرتي للجزائر التي استمرت 5 أيام. صراحة نعم قليل 5 أيام، لكن ما كنت أعرف الجزائر. كانت عندي إجازة 5 أيام وقلت يلا خلني أسير الجزائر وأشوف الجزائر، لكن تفاجأت أن الجزائر بلد كبير، بلد يحتاج له شهور لشان أقدر أزوره كامل. لكن أبشركم الخمس أيام هذه استفدت منها أني استكشفت العاصمة، زرت العاصمة، زرت الأماكن اللي في العاصمة، زرت قصب العاصمة، قصب الجزائر، زرت ساحة الشهداء، زرت قصر رئيس البحار، زرت الأماكن السياحية في الجزائر، في العاصمة الجزائر. صراحة استمتعت فيها وجربت بعد الأكل الجزائري الصفيطي، من أحلى الوجبات وألذ الوجبات اللي كليتها. آسف على المنظر، لكن صورت بعد ما خلصنا. استمتعت صراحة في الجزائر وفي التمشي في الجزائر. الجزائر كانت روعة، بلد الله يحفظها ويحفظ أهلها. الشعب الجزائر المثقف، مثقف جدا والمرحب جدا شعب. أنا قضيت 5 أيام في الجزائر لم أسمع كلمة واحدة تضايق، تضايقني ولا تضايق أي شخص. الشعب كان جدا طيب، شعب راقي، شعب مثقف، شعب صراحة تتمنى تتكلم مع أي شخص لأنه يثريك بمعلومات بكلام طيب. زرت، كون صريح معكم، زرت العديد من الدول. ما استأنست ولا يعني استمتعت قد أني استمتعت بزيارتي للجزائر. الله يحفظ الجزائر ويحفظ أهلها ويطول عماركم إن شاء الله ويسعدكم. ومشكورين على كل شيء.